بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم اللي راح نحكي عنه هو الـ Shear Force and Bending Moment in Beams. اللي هي قوى القص وعزوم الانحناء في الجسور. المصطلح Beams لعدة تسميات بالعربي، البعض يسميه الجسور، البعض يسميه العتبات، بالترجمة المصرية يسموه الكمرات. فإذا تسمعون أو تشوفون أي واحدة من هاي التعابير فهي معناها البيمز. البيمز تعتبر من أكثر الأعضاء الإنشائية استعمالا أو انتشارا بالمباني. هي تقريبا جزء من العمود الفقري للهيكل. عادة الهيكل الإنشائي يتكون بشكل أساسي من الأعمدة والجسور. إذن الجسور تتواجد بتنوع كبير من حيث حجم. الأحجام مالتها تتغير حسب الحاجة، حسب الطول، حسب الأحمال المسلطة عليها، أيضا الشكل، ثانيا أو ثالثا التوجيه. التوجيه يعني ممكن أن تكون يمين يسار، ممكن أن تكون شمال جنوب، ممكن أن تكون مائلة، ممكن أن تكون بأي اتجاه آخر حسب الحاجة. هذا كانت ليفر مثبت من جهة واحدة وسائبة من الجهة الثانية. إذن هذا كانت ليفر سبورت. هاي الحالة بالحقيقة مو هاي الحالة، هذه نسميه overhang. بس إذا كان الجسر مقطوع إلى حد هنا هذا راح يكون simple support. إذن نرجع إلى الصورة السابقة. هذا نسميه continuous beam. ليش؟ لأن هذا مسند على عدة مساند. هذا نسميه continuous. هاي الحالة نسميه fixed أو fixed-ended. fixed أو fixed-ended beam. هذا كانتليفر مع رولر بالنهاية. هذا نسميه propped cantilever أو cantilever simply supported. عادة يسموه propped cantilever. إذا نجي على حالة التوازن، احنا عندنا من التوازن ثلاث معادلات: summation fx يساوي صفر، summation fy يساوي صفر، summation moment يساوي صفر. اذا اي جسر يكون به فقط ثلاث ردود افعال راح يكون simple support. اللي يكون به اكثر من ثلاث ردود افعال، اي جسر يكون به فقط ثلاث ردود افعال راح نسميه statically determinate، واللي يكون به اكثر من ثلاث ردود افعال راح يكون statically indeterminate. اذا نجي هنا للكانتليفر، الكانتليفر عندي بيها ثلاث ردود افعال، اذا هذا statically determinate. هنا عندي اثنين وهنا واحد صار ثلاثة، اذا statically determinate. هاي هنا ايضا ممكن هذا يكون hinge وهذا رولر او اثنينهم رولر، فهاي الحالة ايضا statically determinate. لكن اذا نجي هنا عندي اثنين، صار ثلاثة، صار اربعة، صار خمسة. هاي خمس ردود افعال، انا عندي فقط ثلاث معادلات توازن، اذا هذا statically indeterminate. نفس الشيء هنا عندي هاي الجهة بها ثلاث ردود افعال وهاي الجهة ثلاث ردود افعال، صار ستة، اذا statically indeterminate. هذا ثلاثة زائد واحد اربعة في حين المعادلات هي فقط ثلاثة، اذا هذا statically indeterminate. طبعا كل ما يكون الجسر statically indeterminate من درجة أكبر معناه راح يكون التثبيت مالته أعلى، راح يكون أقوى، راح يقدر يتحمل أحمال أكثر، ولكن الحل مالته يتطلب إلى معادلات إضافية إحنا مو بصددها لحد الآن بسبب الأحمال المسلطة على الجسر. تتولد قوى داخلية في الجسر على شكل قوى قص وعزوم انحناء. احنا سبق وان قلنا في اي منبر انشائي، المنبر الانشائي يكون مثبت
بمساند ومسلطة عليه أحمال. الأحمال الخارجية المسلطة عليه تنتقل على شكل إجهادات داخلية إلى أن توصل إلى المساند، حتى ترجع تتحول بالمساند إلى ردود أفعال. إذن هنا بالنسبة للبيم، البيم لما يصير عليه قوة خارجية حتى ينقل القوة الخارجية المسلطة عليه إلى المساند ويحولها إلى ردود أفعال، لازم تتولد شنو؟ لازم تتولد قوة داخلية بداخل الجسر. نوع القوى اللي راح تتولد بالجسر هي قوة قص، وقوة القص معناها قوة موازية إلى مساحة المقطع أو إلى المقطع مالت الجسر، وعزوم انحناء. ميزة هذه قوى القص وعزوم الانحناء تكون متغيرة على الجسر، مو ثابتة، نادرا جدا أن تكون ثابتة، عادة هي متغيرة، تتغير من نقطة إلى أخرى على طول الجسر. احنا من نيجي نصمم جسر نعتمد على شنو؟ نعتمد على الإجهادات الداخلية اللي بيه حتى نخليه لمقطع اللي يتحمله. عادة بالنسبة للكونكريت المسلح احنا نختار السكشن أولا، وبعدين نجي نحدد حديد التسليح اللي نحتاجه لهذا المقطع. حديد التسليح يعتمد بشكل أساسي على الإجهادات الداخلية. الحديد الطولي يعتمد على عزم الانحناء. حديد الأتاري اللي هي الحلقات القطرية اللي نخليها بالبيم تعتمد على قوة القص أو إجهادات القص. إذن احنا حتى نقدر نحدد ايش قد الحديد اللي نختاره ووين نخلي مكاناته، نخليه فوق نخليه جوه، ايش قد نخلي الكمية، إذن لازم نعرف ايش قد عندنا بيندينج مومنت، ايش قد عندنا شير فورس على هذا البيم، وين تصير موجبة وين تصير سالبة، حتى وين نخلي الحديد فوق أو جوه. إضافة إلى هذا شقد أعلى قيمة بيها شقد أقل قيمة، يعني وين نحتاج نخلي حديد إضافي وين ما نحتاج نخلي حديد، هاي كل هالأمور ما نقدر نعرفها إذا ما نعرف تغير البيندينج مومنت والشير فورس على طول الجسر. إذن كهدف أساسي من التحليل مالتنا بالهندسة المدنية هو أن نرسم مخطط لتغير البيندينج مومنت على طول الجسر ومخطط لتغير الشير فورس على طول الجسر. حتى أقدر أرسم هذا التغير إذن لازم أعرف البيندينج مومنت أو الشير فورس بالجسر بدلالة دالة مع طول الجسر مع الأكس اللي هي مع طول الجسر، وهاي الدالة اللي راح أحسبها أروح أرسمها بطريقة رسم الدوال اللي ما أخذيها ومتعلميها بأكثر من مرحلة، ومن خلال رسم هاي الدوال أقدر أشوف طريقة التوزيع أو طريقة التغير مالت البيندينج مومنت والشير فورس على الجسر. أقدر أعرف وين راح يصير الماكسيمم وين راح يصير المينيمم، وين يصير بوزيتيف وين يصير نيجاتيف، وعلى ضوءه راح أقدر أصمم الجسر كمقطع وكحديد وأي التفاصيل أخرى اللي راح أحتاجها. إذن الأساس بالشغل هو أن أرسم مخطط البيندينج مومنت دايجرام على طول الجسر ومخطط الشير فورس دايجرام على طول الجسر. طريقة الحل شلون أجي أرسم البيندينج مومنت دايجرام والشير فورس دايجرام، شنو راح أحتاج؟ أولا بما أنه أنا عندي أكس والأكس متغير، إذن لازم أحدد نقطة أصل وين يكون الأكس وين يكون الواي، اختيار نقطة الأصل على الجسر. احنا عادة نقول الاختيار هو اختيار arbitrary احنا بكيفنا، لكن بالغالب والاسهل للحل ان اختار نقطة الاصل باقصى يسار الجسر، يعني باول نقطة بالجسر من اليسار، واعتبر الاتجاه الموجب للاكس هو الاتجاه
الموجب بالنسبة إلي للرسم إلى اليمين يعني. بما أن الأحمال على الجسر غالبا ما تكون متغيرة مع الطول، أحمال مركزة، أحمال موزعة، عزوم مركزة عليه، دالة القص أو دالة العزم تكون متقطعة، يعني كل ما يدخل عندي لود جديد راح تتغير الدالة. إذا من الصعب، ولو راح نتعلم بعدين مستقبلا، لكن حاليا من الصعب أن أخلي دالة واحدة تمثل لي الجسر بالكامل. هذا معناه شنو؟ معناه راح أحتاج أسوي عدد من الدوال، وكل دالة أرسمها ضمن منطقة عملها. إذا طبعا أنتم تعرفون إحنا حتى نقدر نحسب بأي طريقة كانت لأي منبر كان، سواء كان بيم أو بار، دائما ناخذ سكشن حتى تظهر عندنا القوى الداخلية. بدون السكشن ما تبين عندنا القوى الداخلية. إذا إحنا لازم ناخذ سكشن حتى نحسب معادلة للبيندنج مومنت ومعادلة أخرى للشير فورس في هذا السكشن. ولكن السؤال هنا، كم معادلة راح نحتاج للشير فورس وكم معادلة راح نحتاج إلى البيندنج مومنت؟ بالحقيقة هذا يعتمد على عدد مرات التغيير بالأحمال، عدد مرات التغيير بالأحمال. هسه نشوف. مثلا عندي هذا الجسر اللي قدامي، عندي هذا الحمل الموزع على شكل مثلث ضمن المنطقة من أي إلى B. إذا هاي المنطقة من أي إلى B أقدر أخذ بها سكشن واحد راح يمثل حالة التحميل عندي هنا والإجهادات. صح الإجهاد هو متغير، ولكن راح يطلع بدلالة القوة. إذا ضمن المنطقة أي B راح يكون عندي سكشن واحد اللي هو نعتبره مثلا X1. من بعد البي، بين البي والسي، ما عندي حمل، راح تبقى عندي فقط رد الفعل اي، والقوة هذه راح نتعامل ويا المكافئ مالتها باعتبار انتهت، ما بعدها موزعة ضمن المنطقة مالت العمل. اذا راح يصير عندي معادلة ثانية، راح يصير عندي سكشن ثاني بين البي والسي. بعد السي، بين السي والدي، راح يدخل عندي رد الفعل سي. قبل شوية ما كان عندي رد الفعل داخل هنا. اذا اخذ الجزء الايسر عندي فقط الحمل الموزع مثلث اي بي، وعندي هنا ماكو حمل. اذا لما انتقلت لهاي المنطقة الثالثة اللي هي سي دي، صار عندي رد فعل اضافي، دخلت قوة اضافية. اذا صار عندي هنا سكشن اخر لازم اخذه، فصار عندي هذا البيم احتاج به الى 3 sections. في كل سكشن راح احسب معادلة للبيندنج مومنت ومعادلة اخرى للشير فورس. يعني راح يصير عندي البيندنج 3 معادلات، الشير 3 معادلات، كل واحد منهم راح اجي ارسمها. المعادلة الاولى راح ارسمها ما بين اي وبي، حدودها اي وبي، ترسم بين الاي والبي، وبعد خلاص انتهت، بعد ما لها تاثير، لان وراها بعد ما تشتغل هاي المعادله راح تجي المعادله رقم 2. فالمعادله رقم 2 راح تشتغل بين البي والسي، بعد السي تجي المعادله رقم 3 من السي الى الدي. اذا من ارسمهم راح ارسم 3 معادلات، راح يصير 3 رسمات متصله واحده مع الثانيه الى ان تكون لي الشكل مال البيندنج مومنت. وبنفس الطريقة بالنسبة للشكل مالت الشير فورس. حتى نتعلم شلون نرسم البيندنج مومنت والشير فورس، اول شغلة نحتاج ان نعرف الاشارات. احنا مثلا بالاكسيال كنا نعتبر التنشن موجب، والتنشن اللي هو عادة يكون على شكل سهم خارج من المقطع، الكومبريشن سالب اللي هو على شكل سهم داخل الى المقطع. هنا ايضا بالنسبة للشير فورس والبيندنج مومنت لازم يكون عندنا قاعدة لتحديد الشير فورس الموجب من السالب والبيندنج مومنت الموجب من السالب. اشارة القص اللي هي الشير فورس نتبع القاعدة التالية. عندما نقطع الجسر لإيجاد القوى الداخلية، قلنا احنا لازم ناخذ قطع حتى تظهر القوى الداخلية ونقدر نحسبها. فمن نقطع الجسر راح يصير عندنا جسر قطعتين، قطعة يسار وقطعة
يمين. فلنفرض أنه إحنا جاي نتعامل مع القطعة اليسار. أو بالأحرى خلينا نعتبر هذا الجسر بجزئيه، القطعة اليسار والقطعة اليمين، كل قطعة هي تمثل كفة مالت ميزان. الميزان مو بكفتين، كفة يسار وكفة يمين. إذن إحنا نفس الشيء، البيم مالتنا من قطعة نعتبره ميزان، القطعة اليسار هي الكفة اليسار مال الميزان، والقطعة اليمين هي الكفة اليمين مالت الميزان. أي قوة تخلي الكفة اليسار تصعد إلى الأعلى راح يكون الشير فورس مالتها موجب. بالتالي إذا القطعة أو الكفة اليسرى تصعد للأعلى معنى الكفة اليمنى تنزل للأسفل. يعني إذا أخذت الجزء الأيمن من الجسر والقوة اللي تسبب الجزء الأيمن ينزل للأسفل راح تكون شير فورس ناتج منها موجب. بالعكس أي قوة على الكفة اليسرى أو على القطع الأيسر تخلي الجزء الأيسر من البيم ينزل للأسفل، يعني شنو ينزل للأسفل؟ هو البيم من انقطع إذا ما تظهر القوة الداخلية ما يتوازن، يتوازن تحت تأثير القوة الخارجية والقوة الداخلية. فإحنا قبل لا نخلي القوة الداخلية اللي توازن الجسر راح يكون هالقطعة هاي مؤثر عليها بقوة خارجية. هالقوة الخارجية نجي ناخذها كل وحدة بحد بطريقة مبدأ السوبر بوزيشن اللي تعلمناه. فكل قوة مثلا تأثر على البيم أو جزء البيم من الأسفل، معناها هاي إذا هي القوة تأثر عليها من الأسفل باتجاه الأعلى راح تؤدي إلى شنو؟ إلى رفع هذا الجزء إذا ماكو قوة داخلية توقفه. إذن هاي القوة راح تنطيني شير فورس موجب طالما هي ترفع الجانب الأيسر. إذا تخفض الجانب الأيسر راح تكون الشير فورس سالبة. من أتحول إلى الجانب الأيمن راح تكون العملية عكسية، اللي تخفض الجانب الأيسر هي موجبة شير فورس موجب، واللي ترفع الجانب الأيمن اللي تخفض الجانب الأيمن شير فورس موجب، واللي يرفع الجانب الأيمن راح يكون شير فورس سالب. هذا ما يتعلق بالشير فورس، وإن شاء الله من خلال الحل راح نشوفه. بالنسبة للبيندينج مومنت، البيندينج مومنت حتى نقدر نختبره موجب أو سالب شو نسوي؟ أولا مثل ما قلنا نتعامل مع كل قوة بشكل منفرد حتى ومبدأ السوبر بوزيشن يشتغل، فنشوف تأثير كل قوة إيش راح تنطيني، وبعدين المحصلة هي من كيفها تطلع. عادة الجسر من انقطع نثبت فرضيا نثبت نقطة القطع، فالقوة اللي موجودة على الجسر راح تسوي شنو؟ راح تسوي لي عزم على الجسر. احنا نعرف كل زين العزم راح يسبب شنو؟ راح يسبب نوع من التقوس اللي يصير بالبيم. فإذا كان التقوس على شكل تهدل، ساجينج، يعني مثل الواير مالت الكهرباء، مثل الفيتا اللي تعلمتوا تاخذوها بالمساحة من تسحبون الفيتا يصير فيها تهدل، فإذا كان شكل التقوس هو تهدل إذا البيندينج مومنت موجب. إذا التقوس اللي يصير عكس التهدل تحدب إلى الأعلى فراح يكون البيندينج مومنت سالب. هذا الحكي ينطبق على الجزء الأيمن أو الجزء الأيسر بنفس الطريقة. طبعا بالنسبة للقوة، القوة احنا نعرف من أخذنا الاتجاهات دائما القوة للأعلى تعتبر موجبة. الخطوة الأساسية هسه خطوات الحل. خطوات الحل، الخطوة الأولى المهمة جدا إيجاد ردود الأفعال، يعني
ايجاد ردود الافعال احنا نعرف، حتى نوجد ردود الافعال لازم نرسم فري بودي دايجرام. اذا فري بودي دايجرام للبيم من عنده نحسب ردود الافعال، هاي الخطوة رقم واحد، هاي اساسية جدا. الخطوة رقم اثنين تحديد نقطة الاصل بالبيم، مثل ما قلنا نحاول غالبا مو دائما مو لازم بس غالبا تكون نقطة الاصل في اقصى يسار البيم، نقطة اليسار من البيم، والاتجاه الموجب للاكس هو الى اليمين، يعني الاتجاه الاعتيادي الموجب لمحور اكس. نجي هسه نحدد مناطق القطع، ومثل ما روينا قبل شوية انه مناطق القطع او عدد القطوع راح نحتاجها على عدد المكانات اللي يتغير بها الحمل، وفي كل قطع نحتاج نحدد الدومين، يعني هذا القطع مالتي يمسح لي المنطقة منين الى وين، يشتغل بيا حدود منين الى وين، لانه ما يصير اجي اقول الاكس من 0 الى 2 واجي اعوض بالمعادلة اكس يساوي 3، راح يطلع الشغل كله غلط. من اقول الاكس يتغير بين 0 والاثنين، اذا ما اقدر اعوض بالمعادلة اكس اقل من 0، ولا اقدر اعوض بالمعادلة اكس اكبر من 2. التعويض يكون بين 0 والاثنين، اي قيمة بين 0 والاثنين مقبول اعوض بها، غير الصفر خارج الصفر والاثنين ما اقدر اعوض بها. ايضا بعد ما حددت القطوع هسه اجي ايجاد معادلة القص لكل قطع، لكل قطع. فانا اذا اخذت القطع رقم واحد اكس واحد اجي اكتب معادلة القص للقطع رقم واحد. شنو هي معادلة القص؟ شنو هو القص؟ الشير فورس في اي مقطع يساوي المجموع الجبري لجميع القوى الموجودة على جانب القطع. يعني اخذت انا الجزء الايسر من البيم، سميشن اف واي على هذا القطع يساوي لي الشير فورس. سميشن يعني باشاراتها، الزائد زائد والناقص ناقص. الناتج اللي يطلع مثل ما حكينا بطريقة اعتبار الفورس، الشير فورس موجبة او سالبة. يعني مو بس اجي اباوع على السميشن فورسز اذا كان للاعلى موجب واذا كان للاسفل سالب واقول هذا اللي يطلع، لانه الاعلى موجب والاسفل سالب اذا اخذت الجزء اليسار واذا اخذت الجزء اليمين راح يطلع نفس الشيء، في حين الشير فورس تعتمد على القطع اذا احنا ماخذيه على اليسار او على اليمين. اذا القاعدة اللي اخذناها قاعدة الميزان اللي هي كفة الميزان اليسرى اذا تصعد معناه كفة الميزان اليمنى تنزل، هاي الحالة لما كفة الميزان اليسرى تصعد هي موجب، شير فورس موجب، والعكس هو صحيح. ايضا بنفس الطريقة ايجاد معادلة العزم لكل قطع، عزم الانحناء يساوي المجموع الجبري لعزوم جميع القوى على جانب الجسر. انا عندي كل قطع اخذه اكو عليه قوة او قوى، مو اكثر من قوة، هاي القوى كل قوة منهم تنطيني عزم، المجموع الجبري للعزوم على جانب واحد من القطع هو راح يساوي لي البيندينج مومنت. وايضا مثل ما قلنا طريقة اعتبار الاشارة بالنسبة للبيندينج مومنت تعتمد على الطريقة اللي شرحناها، اذا كان يصير تقوس ساجينج على شكل تهدل او التقوس يكون معكوس عكس الساجينج، فالساجينج موجب الهوجينج يكون سالب. تكرار العملية على كل القطوع اللي حصلت. هسه نجي نرسم كل معادلة ضمن المنطقة اللي تشتغل بيها، ضمن القطع اللي تشتغل به، مجموع الرسومات واحدة مع الثانية راح تكمل لي الرسم الكلي على طول الجسر. من الافضل رسم مخطط القص ومخطط العزم اسفل الفري بودي دايجرام حتى يبين عندي بشكل واضح توزيع المومنت
والشير مع الجسر. يعني ما ارسم الجسر بحد واجي ارسم فري الشير فورس بحد واجي ارسم البيندنج مومنت بحد. هذا عندي مثال رقم واحد. هذا المثال واحد من اسهل الامثله اللي عاده ينحل بخطوات بسيطه جدا، بس راح نمشي بيه بالتسلسل حتى نشوف شلون طريقه الحل. يقول draw shear force and bending moment diagram for the beam shown in figure. عندي هذا cantilever عليه قوة مقدارها P في نهاية الحرة اللي هي صايرة بالجانب الأيسر، طول البيم هو L. إذا حتى نرسم البيندنج مومنت والشير فورس مالت هذا البيم اللي هو بيم بسيط جدا، نجي إلى خطوات الحل. الخطوة الأولى بالحل هي إيجاد ردود أفعال. حتى أوجد ردود الأفعال لازم أرسم فري بودي دايجرام. اجيت رسمت فري بودي دايجرام. انا عندي هذا المسند اللي هو فيكست، راح ينطيني ثلاث ردود افعال ار واي ار اكس ومومنت. اجي احسب ذولي الثلاثه من خلال معادلات التوازن. سميشن اف اكس ما عندي غير هاي الار اكس، ما عندي اي قوه بالاكس، اذا هاي الار اكس راح تطلع صفر. سميشن اف واي عندي ار واي الى الاعلى، اذا موجب ناقص البي للاسفل، يعني البي للاسفل سالب، اذا ار واي ناقص بي ما عندي غيرهم راح يساوي صفر، معنى ار واي راح يساوي بي. سميشن مومنت حول المحور زد في هذه النقطة يساوي صفر، اعتبر الاتجاه مع عقرب الساعة موجب، اذا راح يصير عندي او هنا أنا عكس عقرب الساعة انا ما اخذه موجب، اذا البي في ال ناقص الام يساوي صفر، معناه الام اللي عندي بالمسند رد الفعل راح يساوي بي ال. الخطوة رقم اثنين تحديد نقطة الاصل. اجي اعتبر نقطة الاصل هي هاي اللي هي اقصى يسار الجسر، اذا الاكس راح تتحرك عندي بهالاتجاه الموجب. الخطوة اللي بعدها اجي اختار مناطق القطع. هنا عندي ما بين البي الى حد ما اوصل بشعراية قبل رد الفعل، ما عندي غير قوة واحدة فقط على هذا البيم، اذا ما احتاج غير قطع واحد اللي هو هذا الاكس. اجي احدد الدومين مالت الاكس مالتي، هذا الاكس القطع مالتي. هنا الاكس عندي يتحرك منين لوين؟ يتحرك من الصفر الى حد قبل رد الفعل. رد الفعل وين صاير؟ رد الفعل صاير بالL، فانا كتبت اقل من L. هنا اكبر او يساوي، يعني يساوي داخله، هنا أنا اقل من L، لكن بالحقيقة احنا نقدر نعوض عن X تساوي L بالمعادلة، لكن بدون ما ندخل رد الفعل. اذا خطوة رقم اربعة نجي نكتب الشير فورس equation او معادلة الشير فورس. اولا اشارة الشير فورس، نلاحظ هذا الجزء الايسر من البيم، هذا المقطع اللي اخذناه هو الجزء الايسر من البيم. تحت تأثير فقط هاي القوة هذا البيم ايش راح يصير بيه؟ لانه ما متوازن، انا بعدني ما مخلي اعتبر ذني بعدهن ما موجودات، فهذا تحت تأثير هاي القوة فقط راح يكون ما متوازن، اذا راح يتحرك. وين يتحرك؟ ينزل للاسفل. حسب قاعدة الميزان لما الكفة اليسرى تنزل للاسفل الشير فورس راح يكون سالب، اذا هنا عندي الشير فورس راح يكون سالب. هاي هي قاعدة الميزان، الكفة اليسرى تنزل الكفة اليمنى تصعد، اذا انا عندي الشير فورس صار عندي سالب. اجي هسه اكتب معادلة الشير فورس. الشير فورس شو يساوي؟ summation of all forces on the cut of the beam على هذا القطع. زين شنو عندي هنا forces؟ ما عندي غير البي،
كقوة ما عندي غير البي. اذا الشير فورس مالتي راح تساوي بي، والاشارة مثل ما قلنا اشارة سالبة لان جاي تنطيني كفة الميزان تنزل. لحد يقول لي لانه هاي البي كقوة اتجاهها للاسفل هي سالب، لا ما ناخذها بهالطريقة، ناخذ قاعدة الميزان. لان هاي البي اذا اروح على الجانب الايسر واخليها للاسفل راح تخلي الكفة اليمنى تنزل، راح تنطيني شير فورس موجبة، في حين هي القوة ايضا للاسفل. اذا ما نعتمد على اتجاه القوة وانما نعتمد على اتجاه حركة القطع تحت تأثير هاي القوة. اذا صارت عندي معادلة الشير فورس هي شير فورس يساوي ناقص بي، البي هو رقم مقدار ثابت، اذا هاي المعادلة كونستانت، يعني الشير فورس هنا بالنسبة الي بالرسم راح تمثل لي الواي. فمن يكون عندي معادلة واي تساوي 3 ايش راح يطلع؟ راح يطلع الرسم مالتها عبارة عن خط مستقيم موازي الى محور اكس يبعد عن محور اكس بمقدار ماينس بي. وهسه نروح نشوف الرسم مالتها. نجي الى النقطة رقم 5، كتابة معادلة البيندينج مومنت. اعتبر بشكل افتراضي انه البيم او القطعة مالت البيم مثبتة بهاي النقطة. اذا هاي القوة على البيم ايش راح تسوي؟ راح تخليه يتقوس بهالطريقة. هذا التقوس اذا اكمله هالشكل راح يعتبر عكس التهدل. اذا هذا راح ينطيني بيندينج مومنت سالب. اذا اشارة البيندينج مومنت نتيجة لهاي القوة على هذا الجزء هو بيندينج مومنت سالب. البيندينج مومنت شي يساوي؟ المجموع الجبري لعزوم جميع القوى. انا شنو عندي قوى هنا؟ ما عندي غير فقط هاي البي، عزم هالشي يساوي البي في ذراعها اللي هي منا الى هنا اللي هي اكس. اذا المعادلة صارت عندي الاشارة هي سالب، العزم هو بي في الاكس. هاي المعادلة معادلة خط مستقيم. الخط المستقيم حتى ارسمه احتاج الى نقطتين لرسمه. اذا اجي اعوض بقيم اكس ضمن الدومين اللي تشتغل به الاكس. رسم معادلة الشير فورس. نجي على الشير فورس، قلنا راح تنطيني خط مستقيم موازي الى محور السينات. هذا هو الفري بودي دايجرام، هذا الرسم مال الشير فورس وهذا الرسم مال البيندينج مومنت، جاي رسمه جوا الفري بودي دايجرام. هذا خط الاكس، محور اكس مالتي، هذا الخط الموازي اللي طلع عندي واللي يبعد عن محور السينات بمقدار بي. هنا شنو عندي؟ عندي بي القوة المركزة. اذا اجت البي منا الى هنا. هنا شنو عندي؟ عندي رد الفعل بي، اجى البي منا الى هنا. راح نشوف بالسلايد الجاي من نحكي عن المواصفات مالت البيندينج مومنت دايجرام والشير فورس دايجرام، انه البيندينج مومنت دايجرام والشير فورس دايجرام هو منحني مغلق، لازم يبدي من الصفر وينتهي الى الصفر وبدون وجود اي قطع بي. اذا انا من صار عندي خط موازي، هذا الخط الموازي بقى هنا فراغ وهنا فراغ، هذا الفراغ منو راح يجي يملي؟ راح تجي تملي هاي القوة. عادة بمخطط الشير فورس القوة المركزة تنطيني خط شاقولي. اذا هاي القوة المركزة انطتني خط شاقولي، اتجاه القوة للاسفل اجتني من الصفر الى ان وصلت لي الى هذا الخط، اذا سدت هاي الفتحة وصلت هنا. هنا عندي قوة الى الاعلى، اذا بدت عندي من هاي النقطة صعدت وياي الى ان وصلتني الى محور اكس. صار عندي هذا شنو؟ صار عندي هذا منحني مغلق يمثل مخطط الشير فورس دايجرام للكانتليفر تحت تأثير قوة مركزة في نهايته. اجي الى رسم البيندينج مومنت دايجرام. قلنا المعادلة اللي طلعت عندي هي معادلة خط مستقيم، والمعادلة الخط المستقيم احتاج الى رسمها نقطتين. اذا احتاج
أن أوجد النقطتين. شلون أوجد النقطتين؟ أعوض بالمعادلة قيمة X تطلع لي قيمة Y، أرسمهم. فقيمة X أنا عندي المعادلة تشتغل حسب الدومين اللي طلعته قبل شوية بين الصفر والL. إذا أعوض عن X يساوي صفر، طلع عندي البيندينج مومنت يساوي صفر بالمعادلة. أعوض عن X يساوي L لأنه كانت المعادلة مالتي ناقص PX، فراح يصير البيندينج مومنت ناقص P، في بدل X يصير L، راح يصير عندي ناقص PL. إذا أجي أرسمها، هاي النقطة صارت هنا صفر، إذا هي انطبقت على محور X، هاي ما عندي أي مشكلة بها هنا رأسا continuous. أجي أرسم هذا الخط إلى أن وصلت هنا إلى PL، بقى هذا فراغ. أنا عندي رد الفعل PL، رد الفعل هذا العزم مالته موجب، هذا العزم سالب، إذا راح يصعد لي فوق، راح يرجع لي إلى الصفر. إذا أي عزم مركز راح ينطيني خط شاقولي بمخطط البيندينج مومنت دايجرام. انتهيت إنه هذا الخط بدأ من الصفر، إجا نزل لهنا، رجع إلى الصفر، صار عندي هذا المثلث هو منحني مغلق يمثل لي الشير البيندينج مومنت دايجرام. نلاحظ هنا البيندينج مومنت دايجرام راح يتزايد بشكل خطي إلى أن يوصل إلى أعلى قيمة بالكانتليفر. إذا أكبر عزم بالكانتليفر يصير وين؟ يصير بمنطقة الإسناد، فراح نحتاج إلى أكبر مقطع أو أكبر حديد تسليح نخليه بالكانتليفر بمنطقة الإسناد. شكل العزم سالب، العزم السالب اللي هو يسوي لي تنشن بالأعلى كومبرشن بالأسفل. ملاحظات مهمة جدا، مخطط شير فورس دايجرام بيندينج مومنت دايجرام عبارة عن منحني مغلق يبدأ من الصفر وينتهي بالصفر كما هو واضح من المخططات في السؤال السابق، شرحته خلال شرح السؤال بشكل واضح. أي قوة مركزة تسبب خط شاقولي في مخطط قوى القص، فقط في مخطط قوى القص، في مخطط بيندينج مومنت ما تأثر لي بشكل شاقولي، لكن القوة بالاتجاه واي تسبب لي خط شاقولي بمخطط قوى القص. هذا الخط يعتمد على اتجاه القوة، إذا القوة للأسفل راح تنطيني خط للأسفل، إذا للأعلى راح تنطيني خط للأعلى. أي عزم مركز في أي موقع على الجسر يسبب خط شاقولي في مخطط البيندينج مومنت، أيضا شرحته قبل شوية. والعزم إذا كان عزم موجب راح ينطيني خط من الأسفل إلى الأعلى، إذا خط سالب راح ينطيني خط من الأعلى إلى الأسفل. لكون المخططات تكون منحني مغلق لا يوجد أي قطع أو فراغ في المخططات، يعني إذا واحد منكم حل أي سؤال أو أي رسم وشاف صار عنده فراغ ما بين جزء وجزء بالمخطط، هذا الفراغ مو صحيح، يراجع نفسه، يراجع الحل مالته، لأنه ما ممكن يصير عندي فراغ أو قطع بمخطط البيندينج مومنت دايجرام أو الشير فورس دايجرام. نخلي شرح المثال الثاني إلى الفيديو الثاني.